معانا عبر الهاتف كابتن عاطف حنفي مدير الكرة بنادي فاركو. كابتن عاطف صباح الخير، مشرف ومنور. صباح الخير يا كابتن كريم، بصبح او بمسي حضرتك بقى، لان احنا لسه طالعين من الاستاد دلوقتي الحقيقه يعني. بس عليك ومسي على مشاهدينا جميعا. المباراه النهارده تعادل، اعتقد ده اللي كان عايزه فاركو من هذه المواجهه، تقفيل دفاعي كبير جدا، وكان في بعض الهجمات برضو الخطيره في الشوط الاول، بس اعتقد نتيجه مرضيه لفاركو. يعني يمكن احنا الشوط الاولاني كنا افضل في جميع الوجوه، فرص ومحاولة التهديف، لكن الشوط الثاني يمكن اصابات السكري ومحمود حماده في الانك يمكن اثرت شويه على وسط الملعب، لكن في الاجمال يعني انا بشكر الجهاز الفني واللعيبه على المجهود اللي عملوه النهارده، خاصه ال 17 دقيقه الاخيره، 10 دقائق و7 8 دقائق ولا 7 دقائق وقت ضايع بنلعب ناقصين لاعب، فالحمد لله على جميع الاحوال بتاخد بونت من النادي الاهلي في القاهره طبعا. الحمد لله يعني الحمد لله. شايف ان الطرد ده كان مستحق؟ الطرد والله انا من وجهه نظري هو ما يصدش، وكان ممكن تبقى انذار يعني، لكن احنا ما بنعترضش على الحكام بالرغم ان احنا اعتقد ان احنا لينا ضربه جزاء، احنا شايفين ضربه جزاء الشوط الاول بتاعت ايمن اشرف، ولكن في جميع الاحوال احنا يمكن اتاذينا اكتر من ماتش الحقيقه، لينا ضربات جزاء واضحه جدا ما تصفرتش، خسرنا يمكن اكتر من 10 نقاط خلال الدوري بضربات جزاء، ما حتى يمكن ما تراجعتش فار، ولكن لو بعت لحضرتك الفلاشه بتاعتها لان احنا بعتناها حتى للاتحاد ولجنه المسابقات ولجنه الحكام، لكن الحقيقه ما لما بعته كان بيبقى رد ايه؟ ولا حاجه، ما حدش بيرد عليه. ولا حاجه، ما حدش بيرد. طيب كابتن عاطف، انا عايز اسالك على فاركو بشكل عام الموسم ده، انت راضي على مكانته في الجدول الترتيب الدوري وراضي عن النتائج حتى الان حتى في الدوري؟ بص يا كابتن كريم، لو اي تيم في مصر من ال 18 نادي اتعرض للظروف اللي اتعرض ليها فاركو السنه دي باصابه اللاين فيرود بالكامل عمرو جمال وسيف تيري ورزق حمرون على فترات طويله، اعتقد كان هيتاثر اكتر من كده. انا بشكر طبعا مستر نونو الحقيقه وجهازه الفني على الشكل والتنظيم الدفاعي اللي بيلعب بيه، فاحنا يمكن اقوى دفاع في الدوري، يمكن احنا يمكن ثاني اضعف خط هجوم، ولكن ده ليه اسبابه يعني، انا بلعب من غير عمرو جمال، بلعب من غير سيف كيري، بلعب من غير رزق حمرون، والثلاثه الله يفيدوا بتاعنا بيتحمل مسؤوليه النهارده خط الهجوم لعيب 2003 زي احمد شريف، لعيب واحد طبعا، مروان مجدي 2003، وليد علي 2001، يمكن معاهم شكر نجيب بيلعب تحتيهم، ولكن في جميع الاحوال انا بشكرهم، اللعيبه الحقيقه كانوا رجاله النهارده وادوا بشكل جيد، وكان في التزام بطريقه اللعب والاسلوب اللي المدرب بيشتغل بيه، اعتقد الحمد لله في جميع الاحوال يعني، واحنا مش طالبين منهم يا كابتن كريم من اول الموسم يمكن احنا قلنا اكثر من مره ان هدفنا ان احنا نبقى في الدوري بشكل جيد. صحيح. فاحنا في طريقنا الحمد لله ان احنا نبقى في الدوري بشكل جيد. طيب كابتن عاطف، قلت ان فاركو اتظلم اكتر من مره في بعض القرارات التحكيميه على مدار الموسم، لما شفت صحيح. الفيديو بتاع بيرسيتاو، هدف بيرسيتاو في فاركو النهارده، شفت تسلل ولا مش تسلل؟ لو قلت لك والله 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 ما شفته. ده مش مصدق طبعا. حتى في الملعب احنا قاعدين طبعا فريق الديف، انت عارف يا كابتن كريم احنا بنقعد ورا المساعد الاول. صحيح. فاحنا اللعبه بعيده عننا قوي يعني. صحيح. اللعبه بعيده عننا قوي وما نعرفش هل هي اتصفرت كتسلل، اتصفر فيها فاول، اتصفر فيها اي خطا ايا كان، ما نعرفش الهدف اتلغى ليه يعني. اللعيبه عندنا بيقولوا اوف سايد، في حد بيقول ان في فاول، ما نعرفش حقيقه. بس ما شفتهاش. لكن ما شفناهاش من مكاننا، مستحيل تشوفها يعني، من مكاننا مستحيل تشوفها يعني. يعني اي حكم عليها هيبقى خاطئ من الجنب اللي احنا فيه يعني. مفهوم. لكن في جميع الاحوال احنا يعني بونت بالنسبه لنا، انت عارف دوري صعب جدا يا كابتن كريم. طبعا صعب 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 جدا جدا جدا، وخاصه النهارده انت احنا بنلعب من شهر 10 لغايه دلوقتي، وانت متخيل حضرتك احنا راجعين اسكندريه دلوقتي، يعني هنوصل الساعه تقريبا الساعه 4، احنا لسه طالعين دلوقتي لان كان في كشف منشطات، لسه طالعين دلوقتي من الاستاد عشان نوصل اسكندريه الساعه 4، هنلعب خميس جمعه، هنلعب سبت مع الاسماعيلي، حد اثنين هنلعب مع البنك الاهلي، ثلاثه، فلا صعب جدا،
يعني طبعا احنا نفسنا يعني نفسنا ناخد يوم اجازه مش عارفين. الله يكفوا عنكم. هو كل الفرق يعني. كل الفرق والله طبعا كل الفرق. انا بتكلم بقول على الجميع مش علينا احنا صح. لوحدنا الله يكفوا عنكم كمان والله. الحمد طيب. لله. السؤال الاخير ليك موقف طبعا. محمد صبحي مكمل معاكم الموسم اللي جاي ولا في عروض انتوا بتتكلموا فيها دلوقتي؟ محمد صبحي موجود في نادي فاركو. عقده موجود لحد نهايه الموسم. في شرط في العقد سواء عقد الاعاره او العقد الثلاثي ان احنا في نهايه الموسم اذا حبينا ناخد محمد هندفع 20 مليون جنيه. فالكلام احنا ما بنتكلمش فيه على فكره خالص. بس هم لسه ال 20 مليون دول ما اتدفعوش. الكلام ده في نهايه الموسم. لا هو محطوط في بند في العقد. انا اقصد انا فاهم انا فاهم ان هو محطوط في بند. لما يجي ميعاده هندفع له العقد ان شاء الله. بس ما اتدفعوش. ده قرار مجلس الاداره كان هيدفع له ان شاء الله باذن الله. صحيح. بس في مفاوضات من النادي الاهلي معاكم ولا مفيش مفاوضات من الاهلي؟ لا انا بسمع يعني بسمع على السوشيال ميديا وبسمع بعض المواقع بتجتهد او بيقولوا ساعات كلام على لساننا. لا ما احنا يعني مستحيل يا كابتن كريم النهارده تتكلم. مفيش حد يتكلم في حتى احنا الموسم شغال يعني ما ينفعش النهارده اتكلم في تفاوض او اتكلم في والدوري لسه شغال. والله يا كابتن عادل بص هو طبعا ممكن يبقى صعب انك تتكلم كده في الاعلام بس هو بطبيعه الحال عشان المواسم كلها متلاحمه جدا فاكيد فاركو دلوقتي بيدور على لعيبه واكيد النادي اللي جنبك بيدور على لعيبه عشان انت عايز تخلص انت عايز تخلص موسم وتضم لاعب على طول او تكون ضميته اوريدي يعني فهي دي صعوبتها. انا فاهم مفيش كلام ولكن انا لما بيكون عندي لعيب مهم بيلعب موجود وان النهارده اقعد اتكلم بقالنا دلوقتي ثلاث اربع شهور عمال اقرا في بعض المواقع واسمع بعض الاعلام كل واحد بيجتهد ما اعرفش هل ده مصدر منين الله اعلم المفروض ان انا المتحدث الرسمي باسم النادي صحيح صحيح فانا مانيش عارف الكلام بيجي منين. لا اللعيب راح النادي الاهلي لا هناخده خمسه لعيبه لا هناخده 30 مليون فما اعرفش الاجتهادات دي منين الله اعلم صحيح. كابتن عاطف حنفي مدير الكرة بنادي فاركو انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله المحترمه جدا كالعاده منك انا بشكرك شكرا جزيلا. طيب